لا هو البطل. الاحتلال بوكل فينا قاعد، والناس زي ما بقولوا الناس مطبوعة خايفة. من شو خايفة؟ ما حدا عارف. هي خايفة من السلطة، هي خايفة من مين؟ ما حدا عارف. فاللي في كلب الناس لازم تحكيه، والناس إذا بتضل هيك اليهود راح تأكل لحمنا. يعني بصراحة في ظل ما يجري على الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين ومن قبل قطعان المستوطنين، كل ذلك طلب منا موقف جريء وصريح ومباشر وسريع من البضاعة الإسرائيلية. يجب أن لا نحارب فقط بضاعة المستوطنات كما هو الشعار المرفوع، بل جميع البضاعة الإسرائيلية. وأنا برأيي أنه بإمكاننا نعيش بدون البضاعة الإسرائيلية بغض النظر كان لها بديل أو ما لها بديل. يعني ممكن الحياة بدون البضاعة الإسرائيلية. بالمقابل البضائع الإسرائيلية أو التعاطي بالبضائع الإسرائيلية نحن ندعم الاحتلال، ولولا استمرارنا في ذلك لما من الممكن أن تكون وسيلة لمقاومة الاحتلال هو مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بمعنى أن لا ندفع ثمن الرصاصة التي تقتل أطفالنا. يجب أن نكون لنا موقف صريح وواضح من البضائع الإسرائيلية. والله احنا بنتفاجأ انه حاليا في غلاء كبير في الاسواق الفلسطينية للمنتجات الفلسطينية، مع انه في البلد كثير مزروعات، وبس بنشوف انه المنتج السلعة الفلسطينية والمنتج الفلسطيني صار يتوجه للاسواق الاسرائيلية، في المقابل احنا بنعاني من الغلاء. نتعلم ونتخرج وكله على الفاضي وبندفع اقساط، ويا ريتنا بنلاقي وظيفه او شغل. انا بدي احكي مبدئيا عن الجامعات عنا، وبعدين لما تطلع تخلص 4 سنين او 5 سنين وتطلع ما تلاقي في فرص عمل. يعني مثلا انا طالبه اعلام هلا بروح بتدرب في اذاعات، بقعد 3 أشهر 4 أشهر، وبالاخر لما انا بدي اجي الاقي شغل بخلصوا مني الاذاعات وبيحكوا لي احنا دربناكي وروحي لاقي شغل تاني محل تاني. فبس هاي هي، يعني احنا بقول انه الوضع عندنا سيء يعني كليا في موضوع انك انت لما بدك تيجي تدرس وبعدين تطلع ما بتلاقي فرص عمل. والله انا بدي اتكلم عن الوضع اللي احنا فيه، يعني سواء محليا ولا خارجيا، عن وضع الفلسطيني والوضع العالم العربي والاسلامي يعني قاطبه. احنا في الحقيقه في هالبلد يعني بنعاني طبعا من ظروف الاحتلال، بنعاني من البطاله، بنعاني من قله العمل، بنعاني من الظروف الاجتماعيه، الفوضى المنتشره، من سرقه، من ظروف قتل، من كل شيء. يعني في فساد كمان، فيش حدا سأل عن حدا، بطل الولد يحترم أبوه، بطل الأسرة تفككت، انتشر الفساد، سواء النوادي الليلية منتشر كل شيء يعني فاسد في هالبلد. وبعدين بالنسبة للأقصى، يعني العالم مش سأل عن الأقصى، العالم بدها مصاري وفيش مصاري، والحياة الاجتماعية سيئة جدا. وبالنسبة للوضع السياسي، والله يا أخي يا بناخذ كل فلسطين يا بلا فلسطين كلها. أنا عندي شكوى، يعني عن جد شكوى بيعاني منها معظم الشعب الفلسطيني، شكوى العلاج. علاج في فلسطين مش طبيعي، غالي غالي بطريقة مش طبيعية. يعني يعني الواحد يعني بده يشلح صار أوعية عشان بس يتفكش فيه الدكتور. يعني عندي بنتي صرت 300 شيكل فات عليها بس على أشياء تافهة عشان أودي للدكتور كشفية وأجيب دواء تافه. يعني الله يعين العالم، والله يعيننا إحنا الشعب، عن جد مكلين زفت بعيد عن السمين. يعني الغلاء مش طبيعي، البطل الواحد يقدر يأكل، العلاج كمان غالي بطريقة مش طبيعية، المعاشات مثل العمى. شو يعني شو نعمل؟ يعني اللي عنده 2-3 يدوب يطعميهم خبز هالأيام. يعني المجتمع بيعاني كثير من مشكلات، كثير من مشكلات أسرية وتفكك أسري،
وهذا التفكك يعني سببه بعد الناس عن الدين، ولابد الناس انه يلتزموا بالدين وبالقيم وبالاخلاق حتى ترجع العلاقات الأسرية علاقات مترابطة وقوية ومتماسكة، خصوصا ان اليوم بنشهد يعني نسبة طلاق عالية جدا، سببها البعد عن الأخلاق والبعد عن الدين. فلابد أن يعني تلتزم الأسرة بتعاليم الإسلام وبقيم الإسلام الحنيف حتى نقلل من هذه الظاهرة. اليوم يا أخواننا نحكي عن موضوع اسمه طخيخة الفيسبوك، المناضلين عبر شاشات الفيسبوك اللي بعجبهم مش العجب ولا صيام برجب، يعني 24 ساعة قاعدين على الفيسبوك بس ينتقدوا فلان وينتقدوا علان وينتقدوا هاي العملية وينتقدوا هاي العملية ويأيدوا طرف على حساب طرف. بس هذولا أنا بعتبرهم يعني هذولا طرف فتنة في المجتمع الفلسطيني اللي 24 ساعة قاعد ورا الفيسبوك ورا الشاشة وبسب على فلان على علان وبسب على فلان. طب أنت وين دورك في النضال؟ انت وين دورك في الشعب الفلسطيني؟ انت وين دورك في المجتمع اللي 24 ساعة انتوا اللي بتعلقوا على الفيسبوك وبتنتقدوا الكبير قبل الصغير؟ طب يا عم انت شو عامل لفلسطين؟ انت اللي بتفركش الفيسبوك وكل منشور اللي تعلق عليه، انا مراقبك، انا شايفك على كل المواقع، انت بحط بس منشوراتك للفتنة مش اكتر واقل، وبتنتقد. واحد مثلا بيغني على طول بتنط بتقول الاقصى، واحد عمل مسرحيه على طول بتقول الاقصى. طب انت شو مسوي للاقصى يا عمي؟ انت شو مقدم لفلسطين بشكل عام؟ بس على الفيسبوك بتطوخ؟ اي ولا قرفتونا، مليتوا البلد الله يكرفكم. نطلع من الموضوع هذا وننط على موضوع البندوره يا اخوان. الكل عرف انه البندوره بالاونه الاخيره وصل الكيلو من الف لباء لجيم 8 شيكل، 10 شيكل، 12 شيكل. طب ليش يا عمي؟ شو الدعوة؟ شو اللي صار يعني؟ الشتلة غليت يعني؟ الأرض غليت؟ المي غليت؟ ولا إشي غلي؟ شو اللي غلى البندورة معناها؟ الشتلة هي والأرض هي والمزارع هو شو اللي صار؟ أجت شوية غبرة؟ طب ما راحت يا عم الغبرة؟ أهو أثار الغبرة بده يضلوا شهر متعبيني هو أنا كرب أسرة عندي 8 أولاد، الله بقول أشت 2 كيلو بندورة؟ طب لمين ومين 2 كيلو بندورة؟ طب وزارة الزراعة الفلسطينية بتصرح تصريح انه الغلاء راح يضل كمان شهر لقدام. طب يا عمي ليش؟ طب ادعموا المزارع يا وزارة الزراعة. طب حسنوا ظروف المواطن يا